بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مجمع الأيتام بالقرب من مدينة جرابلس. يتم الآن عملية فرش المجمع بدعم من منظمة هيومان إيد ومنظمة ستادنس فور سيريا. المجمع بإذن الله سيكون مجهز ومؤهل بشكل جيد لاستقبال أعداد كبيرة من الأيتام وعائلاتهم الموجودين في المنطقة، حيث يتألف المجمع من مدرسة ومعهد ومسجد، بالإضافة إلى شقق سكنية بعدد 56 شقة سكنية، منها بنظام 2+1 ومنها بنظام 1+1. طبعا المجمع لا يزال بحاجة للكثير من وسائل التجهيز والدعم، حيث سيكون الأيتام القاطنين فيه بإذن الله في الفترة القادمة هم من النازحين والمهجرين بنسبة كبيرة، وذاقوا من ويلات الحرب والنزوح والتهجير ما ذاقوا وعانوا ما عانوه سابقا في سنوات الحرب التسع. سيكون بإذن الله بإمكان الأيتام الموجودين في هذا المجمع إكمال حياتهم الطبيعية من دراسة ولعب وأي أمور أخرى من حق أي إنسان طبيعي ممارستها، بالإضافة لكون المنطقة هنا بإذن الله هي منطقة آمنة نسبيا مقارنة بغيرها. ننتظر تبرعاتكم ودعمكم لهذا المجمع، مهما كان دعمكم صغيرا سيساهم بشكل كبير بإذن الله في دعم هؤلاء الأيتام وهذا المجمع لتأمين مستقبلهم وتأمين حياة كريمة لهم. Mm-hmm.